إذا نستضيف مصطفى بريري رئيس أمناء العلايش عبر العالم بمناسبة حفل اختتام مونديال إيطوال العلايش نسخة 2021. تفضل سي مصطفى. السلام عليكم. بهذه المناسبة كنشكر أولا أمناء على الوقوف ديالو من بداية المونديال إيطوال حتى من آخر ديال المونديال إيطوال، يعني بنقولوا هذا المونديال إيطوال حتى خرج الوجود، يعني حتى في النهاية كما كيعرف العريشيين، يعني كانت النهاية ديالو ما بين أمل الباركي والوفاء واللي كانت فازت به الباركي. نعم، شنو وجدتوا بالمناسبة هذا الحفل الاختتام؟ هذا الحفل الاختتام ديال المونديال إيطوال كان مبرمج في يعني بعد نهاية المونديال إيطوال، ولكن كانت نظرا للوباء ديال كورونا تأجل حتى إن شاء الله تفتح الحدود، لأن كنا كنحرصوا على الحضور ديال الأغلبية ديال الأمناء والتواجد الجالية، وكما كتشوف الحضور هو باين إن شاء الله. بالنسبة للجوائز كان عندنا شي جوائز نظرا كانت الظروف ديال الوباء، احنا باش نقدموهم الفرق الأربعة فازت بالنسبة للفرق المشاركة كذلك عطت الجوائز ديالها، وهذا ما كان لأن كنا وعدناهم خصنا نكملوا على العهد ديالنا. نعم، بالإضافة إلى تكريم بعض الوجوه الرياضية المعروفة بمدينة العلايش وخاصة بالنسبة للمهجر، يعني شنو يمكن تقول لي على التكريم التكريمات يعني اللي هي رمزية هذه السنة في الإنجازات بعض الأطر الرياضية وال التكريم غادي يكون في 2023 غادي يكون في مصطفى الصحراوي، هذاك هو اللي عاد خدموا عليه من دابا يعني سنة، اللي غادي يكون إن شاء الله في المقام ديال اللاعب الحارس ديالنا مصطفى الصحراوي. نعم، شنو هي الرساله اللي كتوجه لامناء العلايش في العالم على الالتفاف والتضامن ديالهم من اجل خدمه الرياضه مدينه العلايش؟ بالنسبه للاول بعدا كنشكر اول كذلك التنظيم ديال لاراسيتي اللي كانت من طلبنا الدوري المدير ديالها الاخ اسامه الختاي، وبالنسبه للامناء كذلك كنشكر الامناء كاملين الاطر الرياضيه والتقنيه اللي ساهمت، وبالنسبه للجنه التحكيم اللجنة اللي كيحصل الباك ديالنا عدتو كذلك والبقالي والحداد، كنشكروا الجميع والفرق اللي شاركت والصحافة ديالنا كاملة اللي تواكبت لنا طيلة هاد المدة ديال المونديال إيطوال، وإن شاء الله المونديال إيطوال المقبل الدوري اللي مادا سمي به المونديال إيطوال، وهذا هو الأهم اللي خصك هو يعني المساهمة العريشيين عبر العالم. هذا هو دوري ممول، كاين عريشين امريكيين فرنسيين هولندا، يعني هذا هو. نعم، هذا سمي دوري مونديال. تبارك الله عليك، ما تبقاش عليك، بقيت معاك مهمات اخرى ان شاء الله.